سؤال اوتبوت للبوينترز، نشوف ازاي بتشاور على مخازن وتغير قيمها. عندنا 1 2 3 4 5 6 variables، منهم 3 integers و3 pointers to integers، فا A و B و C integers وال P وال Q وال R دول pointers to integers، بخلاف دول integers عاديين. ال A equals 6 فحط 6 في ال A، ال B equals 2 فحط 2 في ال B، ال P بتشاور على، خدت عنوان ال B فبتشاور على المخزن اللي اسمه B، يبقى ال P ده pointers هيشاور على ال B لان خد عنوان ال B، ال Q ده مؤشر يساوي ال B ال P، وال P بتشاور على ال B يبقى كمان ال Q هتشاور على، يعني كأن كده ال Q كأنها بتساوي عنوان ال B. ليه؟ لأن ال P كانت بتساوي عنوان ال B، فنفس الشيء كده أو كده يعني حسب ما تكتبها، فال Q هتساوي ال P يعني هتساوي عنوان ال B وبالتالي هتشاور برضو على ال B، ال R بتساوي عنوان ال C يبقى ال R هتشاور على ال C، ال P ده مؤشر هيساوي عنوان ال A، فبدل ما كان بيشاور على ال C دلوقتي هيشاور على ال A. محتوى المخزن اللي بيشاور عليه ال Q أو العنوان اللي متخزن في ال Q، ال Q بيشاور حاليا على ال B، فكده هيغير محتوى المكان اللي بيشاور عليه، فال B بدل ما كان 2 هتساوي 8. محتوى المكان اللي بتشاور عليه ال R، ال R بتشاور على ال C، يبقى دلوقتي دي ال C هتتغير زي ما غيرنا هنا ال B، هنا ال C هيتغير يساوي محتوى المكان اللي بيشاور عليه ال P، ال P بيشاور على ال A وال A فيها 6 يبقى محتوى ال P ب 6 يبقى ال C هتساوي 6. محتوى المكان اللي بيتشاور عليه ال R اللي هو C هيساوي ال A اللي هو 6، محتوى المكان اللي بيشاور عليه ال Q يعني 8، محتوى وعنوان الاتنين دول يكنسلوا بعض. الاند مع النجمة يتكنسلوا يبقى كأني بيقول سي والسي بستة، فستة وتمانية وستة 20 تتحط في السي. برنت اف اطبع الاي والبي والسي ديسمالز يعني 6 وفي مسافة 8 20، وبعدين نزل سطر وطبع محتوى الحاجة اللي بتشاور عليها ال P اللي هي 6، محتوى المكان اللي بتشاور عليه ال Q اللي هي 8، محتوى المكان اللي بتشاور عليه ال R اللي هي 20.